انقضت مهل المقايضة التي أعلن عنها تنظيم الدولة الإسلامية لإطلاق الانتحارية ساجد الريشاوي مقابل رهائنه، لا إعلان من داعش حتى الساعة بعد انقضاء المهل. ويبدو أن التنظيم المتطرف يلعب على التناقضات، إذ إنه يريد مبادلة الرهين الياباني بالريشاوي لقاء إبقاء الكساسبة على قيد الحياة، وهذا خيار من الصعب أن يتقبله الرأي العام والحكومة في الأردن، حيث الأولوية هي للإفراج عن الطيار المخطوف لدى داعش معاذ الكساسبة. في هذه الأجواء يخيم انتظار مخيف في اليابان وفي الأردن، حيث أكدت السلطات أنها لا تزال بانتظار أي إثبات بأن الطيار الكساسبة لازال حيا. ودعا الناطق باسم الجيش الأردني الأردنيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة. والد الطيار صافي الكساسبة الذي توجه إلى داعش يرجوه الحفاظ على حياة ابنه، أكد بعد صلاة الجمعة لفرانس بريس أنه يؤمن بقضاء الله وقدره ولا يعلم شيئا عن ابنه. هنا عند الحدود السورية التركية يسود أيضا الترقب والهدوء، لأن داعش كان اشترط في تسجيل تحدث فيه الصحفي الياباني مبادلة الريشاوي عند هذه الحدود، وإلا حياة الطيار الأردني ستكون الثمن الأول.